النهاردة منتخب كوريا الجنوبية بيفوز على منتخب أستراليا بهدفين لهدف، مباراة ملحمية. منتخب كوريا الجنوبية خسران للدقيقة 95 1-0، في الدقيقة 95 جالهم ضربة جزاء سجلوا هدف التعادل عن طريق هي تشان هوانج. في الدقيقة حوالي 104 في نهاية الشوط الثالث هيونج مين سون سجل الهدف الثاني لكوريا الجنوبية عن طريق ضربة فاول اتنفذت بطريقة ذكية فيها كمية ذكاء من لاعبي كوريا الجنوبية، مش سون بس، لا ده لاعبة كوريا كمان تقريبا متدربين على الطريقة دي. شوفوا الاتنين لاعيبة اللي واقفين قصاد الكورة، واقفين قصاد الحيطة بزاوية كده، يعني هي مش قصاد الحيطة، لا ده هي بزاوية عند الحارس يعتبر، هم قافلين الحتة لناحية الحارس على أساس إن الحارس يتوقع ان سون هيشوط من ناحيه الاثنين لاعيبه دول. لكن الذكاء في كده ان هو الاثنين لاعيبه دولت مش واقفين عشان الحركه دي، هي طريقه ان هو بيحاول ان هم يلبخوه في الحته دي، ان هو هتتشاط من الزاويه دي هو هيركز مع الزاويه دي اكتر، ما يتوقعش انها تتشاط من فوق الحيطه. يونج مين سون شاطه من فوق الحيطه، الحارس طبعا اكيد كان نسبه كبيره متوقع انها تتشاط من الزاويه اللي فيها اتنين لاعيبه بتوع كوريا. يعني طريقه ذكيه من لاعيبه كوريا انهم ينفذوها بالطريقه دي، وطبعا بالهدف دوت فاز منتخب كوريا الجنوبيه على منتخب استراليا وتاهل لنصف النهائي اللي يلاقي منتخب الاردن. مواجهه هتكون قويه وهنشوف مين اللي هيتاهل من هذه المواجهه.